بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، طلاب جامعة الجامعة الذكية، أهلا بكم في حصة جديدة من مقررنا، مقرر Introduction to Economics. معكم كالعادة الدكتورة مريم الزرقي، ونكون بهذا الدرس قد وصلنا إلى حصتنا السابعة التي سوف تتمحور حول موضوع هام جدا كالعادة، وهو موضوع The Economies of Scale and the Returns to Scale، أي اقتصاديات الحجم والعودة إلى الحجم. إذن سوف نرى هذه المفاهيم، نحاول أن نفسر هذه المفاهيم الجد هامة، ونكون بذلك قد بدأنا نخرج من النطاق الضيق للميكرو إيكونوميكس لتحليل الأجنتس والفانكشنز الاقتصادية على نطاق أوسع، لنتدرج شيئا فشيئا لبداية الحديث على الماكرو إيكونوميكس وهو الاقتصاد الكلي. إذن نستهل بإذن الله هذا الدرس، وسوف نحاول فيه إن شاء الله أن نحقق الأهداف التي رسمناها، وهي أن نفهم المفاهيم هذه الجديدة، مفاهيم الاقتصاديات، اقتصاد الحجم، وأن نكون قادرين على فهم أيضا مفهوم الـ return to scale وهو العودة إلى الحجم، وبذلك نصبح قادرين إن شاء الله على الرجوع والفهم لأمثلة ذات سلة بسيناريو معين يتمحور حول هذين الموضوعين الهامين كما كنت وقد ذكرت. ولذلك سوف نتبع هذا التمشي بإذن الله. سوف نرى في عنصر أول ما معنى The Economies of Scale، في عنصر ثاني ما هو مفهوم Return to Scale، وننهي إن شاء الله بالExternal Economies and Trade Policy. وسوف ندرج في درسنا اليوم أمثلة واقعية على النطاق العالمي. إذن لتحقيق هذه الأهداف التي كنت وقد ذكرتها للتو، سوف نتبع هذا التمشي إن شاء الله. سوف نحاول في عنصر أول فهم هذا المفهوم الجديد الجد هام أذكر، وهو مفهوم Economies of Scale، أي اقتصاديات الحجم، ومن ثم ننطلق إلى فهم المفهوم الثاني وهو The Returns to Scale، لننهي بعنصر ثالث هام جدا، وسوف ندرج فيه أمثلة واقعية لمحاولة تقريب كل هذه المفاهيم لكم، وهو عنصر External Economies and Trade Policy إن شاء الله. إذن نستهل درسنا بإذن الله، وسوف كما قلت في عنصر أول سوف نحاول فهم هذا المفهوم الجديد وهو مفهوم Economies of Scale، ولذلك سوف نتبع أربع عناصر. الأولى، العنصر الأول سوف يكون في شكل تعريف Definition of Economies of Scale. العنصر الثاني How Economies of Scale Work، كيف تعمل هذه الاقتصاديات الحجم. The Types of Economies of Scale، أنواع Economies of Scale، وسوف نعرج على مفهوم آخر وهو مفهوم Diseconomies of Scale الذي يندرج من مفهوم Economies of. إذن سوف نبدأ بالعنصر الأول وهو محاولة لتقديم A Definition of Economies of Scale، أي أو ما يعبر عنه بصفة عامة باللغة العربية باقتصاديات الحجم. إذن ما هو هذا المفهوم الجديد، وأذكر أنه مفهوم جد هام للـ Economies of Scale؟ سوف أحاول تقريب هذا المفهوم لكم بطرح سؤال أو سؤالين بسيطين. إذن كلنا أكيد لاحظنا أنه هناك شركات، مثلا شركة A تبيع نفس المنتج هي وشركة B، ولكن تقدمه بسعر أقل. كلنا نتساءل لماذا الشركة A تقدم نفس المنتج كشركة B أو C أو ما إلى ذلك، ولكن بسعر أقل. كذلك كنا نلاحظ على النطاق القومي أو النطاق
الانترناشونال أن الشركات الصغرى تستطيع أن تقدم نفس المنتوجات هي والشركات الكبرى، ولكن في هذه الحالة نلاحظ أن الشركات الصغرى سوف تقدم لنا هذا المنتج بسعر أكبر من الشركات الكبرى، وهذا دائما ما يثير الاستغراب. ويكون الرد على هذين السؤالين وأسئلة أخرى في بهذا المفهوم، مفهوم الـ Economies of Scale، أو كما قلت ما يعبر عنه باقتصاديات الحجم. إذن تقوم هذه الفكرة، فكرة الـ Economies of Scale أو اقتصاديات الحجم، على فكرة التكلفة، تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة، أي الـ Unit Cost. ما معنى هذا المفهوم؟ سوف نلاحظ أن كلما زاد الإنتاج بالنسبة للشركة، كلما سوف تقل التكلفة، وخاصة بالنسبة للـ Fixed Costs، أي التكاليف الثابتة. وبذلك تكون الشركات الكبرى بسبب حجم الإنتاج الكبير سوف تستطيع تقليل هذه التكلفة. إذن الشركات التي تنتج بشكل كبير سوف تستطيع تقسيم التكاليف الثابتة الإجمالية عندها على أكبر وحدات ممكن من الإنتاج، مما سوف يؤدي إلى تخفيض تكلفة الوحدة الواحدة. إذن من هنا نفهم أن هذا المفهوم of economies of scale يحوم حول التخفيض في التكلفة، so cost reduction that occur when companies increase production، أي مفاهيم التقليص في التكلفة مع زيادة الإنتاج. إذن هذه الفكرة الرئيسية للـ Economies of Scale، وهذه Economies of Scale are cost reductions that occur when companies increase production، أي أنها انخفاض التكلفة أو تقليص التكلفة عندما تنتج الشركات بصفة أكبر. إذن هذه الـ Reduction of Cost سوف تكون بالنسبة للـ Total Cost، هذا أكيد، ولكن نذكر أننا بالنسبة للتكاليف الجملية لأي شركة كانت سوف تتكون من Fixed Costs، أي تكاليف ثابتة، و Variable Costs، أي تكاليف متغيرة. So the fixed costs مثلا التكاليف الثابتة مثل تكاليف الإدارة وما إلى ذلك سوف تكون موزعة على المزيد من وحدات الإنتاج في صورة أننا سوف ننتج بصفة أكبر، وإذا لذلك يمكن للشركة أن تتمتع بالـ Economies of Scale، أي حجم الاقتصاديات الحجم، أو ما يسمى أيضا بتوفيرات الحجم. إذا تستطيع في هذه الصورة أن تتمتع الشركة بهذه الـ Economies of Scale التي سوف تؤدي إلى خفض تكاليفها الفاريبل المتغيرة أيضا. إذا بهذه الصفة سوف يحصل لنا انخفاض بالنسبة للتوتال كوستس بما فيهم الفيكسد والفاريبل، وهذا المفهوم الرسمي والذي يتمحور حوله الـ Economies of Scale. إذن كما قلنا مفهوم الـ Economies of Scale سوف يشير خاصة في مستوى الميكرو إيكونوميكس، الاقتصاد الجزئي، إلى مزايا التكلفة التي تحصل عليها الشركات عندما تزيد في الإنتاج، كما ترون هنا في هذا المثال. عندما يكون الإنتاج مثلا بعشرة يونت سوف تتكلف الوحدة الواحدة باثنين دولار، عندما يكبر هذا الإنتاج ويصبح مثلا 50 سوف تقل هذه التكلفة الوحدية وتصبح 1.5 مثلا دولار per unit، وعندما
يضاعف هذا الإنتاج مثلا يصل إلى 100، سوف تصبح هذه التكلفة per unit دولار واحد. إذا كلما كان الإنتاج أكبر كلما أصبحت التكلفة أرخص وأقل. إذا هذا المفهوم يفيدنا أنه بتطبيق هذه الـ economies of scale، اقتصاديات الحجم، سوف نصل إلى تحقيق تخفيض في التكاليف لكل وحدة كلما زاد الإنتاج. وأذكر أننا هنا نقيس بالتكلفة per unit أي لكل وحدة، ويمكن أن تحدث حالات لا تتم فيها هذه الـ economies of scale عندما تتوسع الشركة، سوف نعود عليها لاحقا. إذن إذا كنت تنتج المزيد فإن التكاليف الثابتة موزعة على المزيد من وحدات الإنتاج، هذا أكيد. مثلا إذا كنت أنت شركة تنتج حوالي 100 ألف، يعني 100 ألف قطعة، و 100 ألف قطعة وسوف تكون، إذا كنت مثلا تشتري، أنت شركة مصنعة وكنت تشتري كميات أكبر من الموردين، فربما سوف تصبح قادر على الحصول على أسعار أفضل للوحدات المنتجة. ويقول الاقتصاديون أنه مع زيادة الإنتاج ومع زيادة المبيعات يتم تحقيق كفاءة تشغيلية أكبر productivity وبشكل عام أيضا، مما يؤدي إلى تقليص في التكاليف الإنتاجية أيضا. إذن بهذه الصفة كلما أنتجنا أكبر كلما سوف نصل بطريقة مؤكدة إلى تنقيص وإلى تخفيض التوتال كوستس التكاليف الجملية للإنتاج، وهو طبعا أهداف تطمح إليه كل شركة مصنعة. وعندما تنمو المبيعات سوف تنمو عملية الإنتاج أيضا وتنخفض بذلك التكلفة الوحدية. إذا هذه الإيكونوميز أوف سكيل، وفرات الحجم أو اقتصادية الحجم، سوف تتعلق بالتكاليف كما قلت لكل وحدة per unit مع زيادة الإنتاج. وسوف لا تنطبق هذه الإيكونوميز أوف سكيل على الشركات الفردية فحسب، بل سوف تنطبق أيضا على دول بأكملها، وهذا ما سوف نراه لاحقا. وهذا ما يعطي أهمية لهذا المفهوم، مفهوم الإيكونوميز أوف سكيل، لأنه كما ذكرت للتو سوف يطبق على نطاق ضيق، معناها بالنسبة وشخصي بالنسبة لي لكل شركة على حدة، ولكنه مفهوم يطبق أيضا على الاقتصاديات العالمية، وسوف يسمح لهذه الاقتصاديات ولهذه الدول لتحقيق أكبر ربح ممكن. وهذا ما سوف نراه ونطبقه بمثال نأخذه على البلدان من الاتحاد الأوروبي لاحقا. إذا في كل فرصة وفي أي وقت تستطيع فيه الشركة تخفيض التكاليف الجملية للإنتاج عن طريق زيادة حجم السلع المنتجة، فهذا مثال لتطبيق اقتصاديات الحجم economies of scale. وهذه economies of scale، اقتصاديات الحجم، لديها سوف تسبب انخفاض تكاليف الإنتاج كما قلنا مع زيادة الحجم، ولهذا أسباب وتفسيرات معقولة. مثلا على سبيل المثال، عندما نرى ونجد أن الشركة سوف تحافظ على تركيز خط الإنتاج على منتج واحد one product، قد توفر هذه الشركة التكاليف المرتبطة باستبدال المواد الخام الأولية أي المواد الأولية والأدوات لإنتاج منتجات مختلفة
أخرى. مثال بسيط على هذا هي التكاليف الإدارية والتكاليف التسييرية، أي managerial administrative costs، في حين حيث أنه ليس علينا تعيين المزيد من المديرين لمجرد أن العاملين الذين ينتمون إلى الشركة سوف يبدأون في إنتاج المزيد من العناصر يومياً. إذن سوف نحتفظ مثلاً بهذا الفريق الإداري ونواصل إنتاج العديد من المنتجات المختلفة دون أن نكون مجبرين على تغيير هذا الفريق، وبهذا نكون قد قمنا بتحقيق economies of scale، أي أننا زدنا الإنتاج وخفضنا التكلفة، بما أننا سوف لن نزيد في عدد العمال. إذن how economies of scale work، كيف تشتغل أو تعمل أو تطبق هذه الاقتصاديات، اقتصاديات الحجم. إذن سوف نرى، وكما ذكرنا أن the specific way، الطريقة المحددة والمعينة التي تعتمد عليها اقتصاديات الحجم هي الكمية المنتجة من السلع أو من الخدمات. إذن قد يكون الأمر بسيط جدا مثل تمديد ساعات التشغيل للاستفادة بشكل أكبر من الآلات باهظة الثمن مثلا أو من تكلفة العمال، وبهذه الطريقة أي شيء نقوم به أو أي طريقة يمكن الشركة القيام بها ومن خلالها تحسين تكلفة الوحدة الواحدة من المنتج من خلال إنتاج المزيد من الوحدات، فهذه هي الطريقة التي تعمل بها اقتصاديات الحجم، ونكون قد طبقنا وحققنا economies of scale في هذه الحالة. إذن هذه economies of scale لا تفيد فقط المنظمة أو الشركة التي سوف تنتج السلع، بل سوف تفيد أيضا المستهلكين الذين يستطيعون في هذه الحالة التمتع بأسعار أقل، وبهذه الطريقة ينمو الاقتصاد ومع تحفيز انخفاض الأسعار على زيادة الطلب. إذن تصبح لدينا حركية أكثر في السبلاي وفي الديماند، وبهذا تكون لدينا حركية على مستوى الاقتصاد الوطني ومن ثم على الاقتصادات الدولية العالمية أيضا، كما سوف نرى ذلك فيما بعد. ننتقل الآن إلى العنصر الموالي، وهو عنصر سوف نحاول التعرف فيه إلى different types of economies of scale، أي أنواع اقتصاديات الحجم المختلفة التي نستطيع أن نجدها، ومن ثم سوف نلاحظ أنه هناك نوعان رئيسيان من اقتصاديات الحجم. سوف نتحدث على internal economies of scale و external economies of scale. بالنسبة للاقتصاديات الداخلية internal، فهي اقتصاديات يمكن التحكم فيها من قبل الإدارة لأنها داخلية بالنسبة للشركة، على عكس الـ external economies التي سوف تكون مبنية على تغيرات تقع خارج الشركة. So external economies سوف تكون based، مبنية أو مرتكزة على تغيرات تصير outside the company، خارج الشركة، وبالنسبة للـ internal economies فهي economies أي اقتصاديات سوف تكون متسببة بعوامل تنتمي إلى الشركة نفسها. وإذن ننتقل إلى محاولة تحليل الأنواع الأولى، وهي types of internal economies of scale، أي العناصر التي تكون داخلية بالنسبة للشركة والتي سوف تبنى عليها economies of scale.
So, قلنا أن internal economies of scale are those economies which occurs to the firm itself when it expands its output. هذه الاقتصاديات، اقتصاديات الحجم الداخلية، سوف تكون تلك الاقتصاديات التي تحدث للشركة نفسها عندما توسع هذه الأخيرة إنتاجها. وبهذه الطريقة الـ internal economies of scale سوف تكون سببا في تقليل التكلفة الثابتة so reduce the fixed cost، وسوف نشاهد ونلاحظ cost reduction due to specialization أي تخفيض في التكلفة بسبب التخصص الذي سوف يتاح للشركة بفضل هذه الـ internal economies of scale. وأخيرا less cost for raw material أي تكلفة أقل بالنسبة للمواد الخام التي سوف تستعملها الشركة لإنتاج منتجاتها. إذن لنلقي نظرة عن قريب على هذه العناصر التي تكون الـ internal economies of scale، وسوف نجد أن هذه العناصر هي تتمثل في 6 أنواع أو 6 عناصر مختلفة لهذه الاقتصاديات، اقتصاديات الحجم الداخلية. أول نوع هو الـ technical economies of scale وهي الاقتصاديات التقنية، managerial economies of scale وهي الاقتصاديات الإدارية، marketing economies of scale وهي اقتصاديات التسويق، financial economies of scale وهي الاقتصاديات المالية، commercial economies of scale وهي التجارية، الاقتصاديات التجارية، و network economies of scale وهي الاقتصاديات الشبكية. وسوف نحاول التعرف بالواحدة على كل نوع من هذه الأنواع. ما الذي نقصده بالتكنيكال، managerial، marketing، financial، commercial، network economies of scale؟ إذن نبدأ بالعنصر الأول the technical economies of scale وهي الاقتصاديات الحجم التقنية أو الفنية. متى نستطيع أن نتحصل على the technical economies of scale؟ إذن يتم تحقيق اقتصاد الحجم الفني أو التقني من خلال التحسينات في عملية الإنتاج. إذن هذا يعني أنه مع زيادة الإنتاج يمكن للشركات البدء في الاستثمار في معدات أكثر كفاءة وبالتالي تحسين العمليات بناء على الخبرة، خبرة طبعا المختصين الذين يعملون في الشركة. أي أنه بمعنى آخر أنه سوف يحدث جزء كبير من هذه التحسينات بناء على ما نسميه التعلم بالممارسة the learning by doing، أي كلما تمرنا أكثر، كلما قمنا بالأشياء أكثر سوف تصبح لدينا خبرة أكبر، وهذه الخبرة سوف تتيح لنا أن نحقق technical economies of scale أو ما سميناه باقتصاديات الحجم الفنية أو التقنية. إذن هذا العنصر الداخلي الأول the first internal economy of scale الذي تستطيع الشركة أن تستفيد منه. بالنسبة للعنصر الثاني وهو the managerial economy of scale وهو في عبارة على اقتصاديات حجم إداري يتمثل في إحداث توفيرات واقتصاديات عندما تتمكن الشركات الكبيرة من تحمل تكاليف المتخصصين. إذن نرى أنه هناك علاقة وطيدة بين العنصر الأول والعنصر الثاني. أذكر أن في العنصر الأول قد قلنا أنه سوف تستطيع الشركة القيام ب technical economies of scale عندما تصبح لديها أكثر متخصصين، وبهذا الاختصاص سوف تستطيع أن تكتسب خبرة تتيح لها أن تحصل
على تكنيكال ايكونوميز اوف سكيل. بالنسبه للمانجرال ايكونوميز اوف سكيل هي اقتصاديات اداريه او اقتصاد حجم اداري، وسوف تحدث هذه التوفيرات او الاقتصاديات عندما تتمكن الشركات الكبيره من تحمل تكاليف المتخصصين. اذا هذم المتخصصين دورهم هو اداره مناطق معينه من الشركه بشكل اكثر فعاليه. اذا سوف لن تبحث الشركه على اداره بسيطه لشركتها، بل سوف تحاول ان تتحصل على اكثر فاعليه واكثر نجاعه في هذه الاداره. وعلى سبيل المثال سوف نجد أن مدير المبيعات الذي لديه مهارة وخبرة كبيرة لازمة لرعاية الطلب الكبير على الماركت في السوق سوف يطالب براتب مرتفع يكون يستحقه طبعا، وسوف تبادر الشركة بإعطائه هذا الراتب لأنها تعرف أنها سوف يكون لها managerial economy of scale، أي أنه بهذا مدير المبيعات سوف تتحصل على أكبر نسبة من المبيعات على السوق، وهو طبعا هدفها الأول. واتباعا لهذا المانجرال ايكونومي اوف سكيل سوف نجد ايكونومي اوف سكيل اقتصاد حجم اخر لا يقل اهميه على الاولين، وهو ذا ماركتينج ايكونومي اوف سكيل، اي اقتصاديات حجم التسويق ما نسميه بالعربيه. وتنشا هذه الاقتصاديات من القدره على نشر ميزانية الإعلان ومن قدرة التسويق على زيادة الإنتاج، وهذا يعني أنه مع زيادة الإنتاج يمكن للشركات أن توزع نفقات التسويق الثابتة the fixed cost of marketing التي كنا قد قلنا أن الإيكونومي of scale هو سوف تختص بدرجة أولى في الفيكسد كوستس، اي انه كلما زاد الانتاج سوف تنقص التوتال كوستس وبصفه ادق التوتال كوستس. اذا اعود قلنا بهذا الماركتنج ايكونوميز اوف سكيل سوف تتمكن الشركات ان توزع نفقات التسويق الثابته على منتوج أكبر، وبذلك سوف تستطيع أن تنقص التكلفة. وكلنا نعرف أن the marketing costs وهي تكاليف عالية ولكنها تبقى أساسية وهامة جدا بالنسبة للشركات. إذن بالإضافة إلى ذلك غالبا ما تستفيد الشركات الكبيرة من علامة تجارية قوية، مما يعني أنه يمكن لها أن تحصل على وصول أعلى وعلى صفقات إعلانية أفضل من الشركات الصغيرة. إذن كلما كانت شركة أكبر وكلما أنفقت أكثر على عملية التسويق سوف تستطيع أن تنتج أكثر وأن تبيع أكثر، وبذلك سوف تستطيع أن توزع نفقات التسويق التي تكون هامة طبعا على منتوج أكبر، وبذلك تكون قد تحصلت على marketing economies of scale، أي أنه تستطيع تقليل التكلفة الواحدة من المنتج. بالنسبة للنوع الرابع من الأنواع الستة وهو الفاينانشال ايكونوميز اوف سكيل، اي اقتصاديات الحجم المالية، ويتم تحقيق هذه الاقتصاديات من خلال الوصول الرخيص الى رأس المال cheap access to capital and financial markets، اي الوصول الرخيص الى رأس المال والاسواق المالية الرخيص، اي انه الذي سوف يتكلف اقل قدر ممكن. وهذا يعني أنه مع نمو المؤسسات فإن هذه الأخيرة تعتبر عادة أكثر جدارة ائتمانية credit worthy، أي أنها تحصل على تصنيف ائتماني
أعلى higher credit rating بالنسبة للماركت، بالنسبة للسوق القومي، وهذا يسمح لهذه الشركات بالحصول على أسعار فائدة interest rates تكون أفضل عند اقتراض الأموال من البنوك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الشركات الكبيرة جمع الأموال في سوق الأوراق المالية أو عن طريق إصدار السندات the bonds، وهو أمر أهم جدا على النطاق الفاينانشال لهذه الشركات. وهذا ما يفسر لنا كيفية أو طريقة التي تمكن هذه الشركات الكبرى في أي اقتصاد وفي أي دولة ممكنة بالتحصل على التأمينات المالية بطريقة سهلة من البنوك مقارنة بالشركات الصغيرة. إذن كل هذا يتمثل في Financial Economies of Scale، لأنها شركة معروفة على النطاق القومي، وبذلك تصبح لديها credibility، أي جدارة ائتمانية لدى هذه البنوك والمؤسسات المالية، مما يسهل لها الحصول على القروض وعلى الاعتمادات المالية اللازمة للقيام بعملية الإنتاج وعملية الاستثمار أيضا. بالنسبة للعنصر الخامس The Commercial Economies of Scale، سوف نلاحظ أن هذه الاقتصاديات التجارية واقتصاديات الحجم التجاري سوف تنشأ من خلال تخفيضات الأسعار التي تتحصل عليها الشركات بسبب أو بفضل الخصومات أو القدرة على المساومة. وهذا يعني أن الشركات الكبيرة يمكنها شراء معظم السلع والخدمات التي تحتاجها، أي the inputs، بكميات كبيرة، وهذا بدوره يسمح لهذه الشركات من الاستفادة من الخصومات الكبيرة وأن يكون لها موقف تفاوضي قوي مع المزودين للتفاوض على أسعار أقل. وبهذا سوف تسمح هذه الاقتصاديات التجارية، اقتصاديات الحجم التجارية للشركات بخصومات تقلل لها تكاليف كل وحدة منتجة، مما سوف يسمح لها ببيع بيع المنتوجات بشكل كبير. ولذلك يشار أحيانا إلى أن the commercial economies of scale، أي اقتصاديات الحجم التجارية، هي أيضا سوف تكون تسمى وفرات الحجم الشرائية، أو تسمى بكل بساطة قوة احتكار الشراء the monopsony power، وهو ما يعبر على القدرة التي سوف تكتسبها الشركات التي تمتلك هذه الفاينانشال ايكونوميز اوف سكيل، إذن القدرة على اكتساح السوق والقدرة على الانتاج بطريقة بشكل أكبر والبيع بشكل أكبر أيضا. وأخيرا وبالنسبة للنوع السادس، وهو The Network Economies of Scale، سوف نجد أنه يمكن تحقيق اقتصاديات حجم شبكية عندما تكون التكاليف الهامشية The Marginal Costs of Adding Additional Customers، أي التكاليف الهامشية لإضافة عملاء إضافيين، تكون منخفضة للغاية أو متناقصة. وهذا يعني أن الشركات التي يمكنها دعم أعداد كبيرة من العملاء الجدد ببنيتها التحتية الحالية يمكنها زيادة البروفيتابيليتي، أي الربحية، وفي الغالب سوف نجد أن هذه الـ Economies of Scale سوف تكون موجودة بشكل كبير أثناء نمو هذه الشركات، أي في مرحلة النمو.
ويحدث هذا النوع من الأعمال التجارية عبر الإنترنت، مثلا the commerce e-shops أي متاجر التجارة الإلكترونية. والسبب في هذه القدرة لتحقيق الاقتصاديات الشبكية هي أنه تكلفة إضافة عملاء إضافيين مثلا إلى متجر عبر الإنترنت لا تكلف شيئا، ولذلك عادة ما يزداد هامش الربح بشكل كبير عند إضافة أعداد كبيرة من العملاء الجدد إلى النتورك، إلى شبكة الشركة التي تكون قد حققت بذلك كما قلنا Network Economies of Scale أي اقتصاديات حجم شبكية. إذن بهذا نكون قد تعرفنا على الأنواع الستة بالنسبة للInternal Economies of Scale أي اقتصاديات الحجم الداخلية، وننتقل من ثم إلى العناصر المكونة للExternal Economies of Scale أي اقتصاديات الحجم الخارجية. ننتقل الآن إلى العنصر الثاني of Economies of Scale، وهو العنصر الذي سوف يختص كما كنا قد ذكرنا بالExternal Economies of Scale أي اقتصاديات الحجم الخارجية. وهذه الاقتصاديات الخارجية سوف تكون متسببة بكل التغيرات التي سوف تحصل خارج الشركة، ولكن تبقى طبعا تابع نطاق المجال الشركة. So هذه الـ External Economies of Scale عندما سوف تحدث سوف تحقق للشركة استفادة وربح خاصة فيما يخص المدى الطويل، بما أنه سوف يكون له تتبعات ونتائج على الـ Average Cost أي المتوسط التكلفة. إذن مثال هذه الـ External Economies التي سوف تسبب الربح للشركة على المدى الطويل، بما أنها سوف كما قلت سوف تؤثر بطريقة مباشرة على الـ Average Cost أي متوسط التكلفة، مثل ذلك الـ Taxes ومثلا معناها Taxes والـ Reduction in Cost due to proper transport وتكلفة النقل المناسب والضرائب. إذن هذه أمثلة للـ External Economies التي تستطيع أن تحققها الشركة كلما كثر الإنتاج، وذلك سوف يكون كما قلنا على مدى الطويل ويؤثر بطريقة مباشرة على الـ Average Cost الذي سوف يشهد تناقصا. إذن سوف نحاول إلقاء نظرة فاحصة على الأنواع الأربعة التي تكون الـ External Economies of Scale، وهذه الأنواع الأربعة هي أولاً البنية التحتية Infrastructure، ثانياً Specialization أي التخصص، ثالثاً Innovation أي الابتكار، والرابعة هي اللوبينج وهي الضغط على اقتصاديات الحجم. إذن هذه هي العناصر الأربعة التي تكون الـ External Economies of Scale، وسوف نبدأ بتحليل كل واحدة من هذه العوامل. إذن نبدأ بالعنصر الأول وهو عنصر الـ Infrastructure of Economies of Scale أي البنية عامل البنية التحتية بالنسبة لاقتصاد الحجم. إذن تحدث اقتصاديات الحجم في البنية التحتية على أساس أن البنية التحتية العامة التي يتم وضعها لفائدة صناعة معينة تستطيع أن تؤثر على منتوجية الشركة، وهذا يعني أنه عندما تقع العديد من الشركات في نفس الصناعة على مقربة شديدة فإن الحكومة عادة ما تقوم بتوسيع البنية التحتية العامة مثل الطرقات والمواصلات العامة في تلك المناطق لتلبية احتياجات الشركات المصنعة.
وكمثال مثال لهذه الـ Infrastructure Economies of Scale سوف نعطي مثال، وهو مثلا إقام منطقة في الولايات المتحدة تسمى واد التكنولوجيا، وهذه المنطقة هي موطن لعدد متزايد من شركات التكنولوجيا الكبيرة لأنها توفر بنية تحتية قانونية مواتية لها. وبطبيعة الحال فإن النمو الكبير لهذه الصناعة سوف يكون له أيضا سلبيات، واحدة من تلك السلبيات هي حركة المرور. ومن ثم لمعالجة هذه المشكلة قررت الحكومة في نهاية المطاف تطوير الطريق السريع وإضافة مسارين إضافيين على كلا الجانبين، مما أدى إلى تحسين تدفق حركة المرور بشكل كبير، وسمح ذلك للشركات المحلية ولموظفيها بتوفير الوقت والعمل بكفاءة أكبر، مما سهل عملية أن الإنتاج بالنسبة لكل هذه الشركات قد كبر بطريقة وبشكل كبير جدا. بالنسبة للعنصر الثاني وهو the specialization economies of scale، أي اقتصاديات حجم التخصص، فنرى أنه تنشأ اقتصاديات حجم بالنسبة للاختصاص عندما يبدأ الموردون والعمال في التركيز على صناعة معينة بسبب حجمها، وهذا يعني أن الشركات داخل صناعة ما تزداد حجما وأعدادا، ويصبح من المربح للموردين التركيز حصريا على تلك الصناعة المعينة من خلال التخصص ومن خلال الاستفادة من الـ internal economies of scale. وبالمثل يصبح من الأسهل على العمال المتخصصين العثور على وظيفة في مجالهم، لأن توفر الوظائف في الصناعة المتخصصة سوف يرتفع أيضا، مما سوف يسبب طبعا ارتفاع في الأجور. ومثلا يجد موردو أجهزة الاستشعار تيك فالري على سبيل المثال في حالة المتقدمة لأنظمة الكمبيوتر المتطورة قاعدة عمال متنامية، يسمح لهم ذلك بتوسيع أعمالهم وبالتركيز على تحسين المستشعرات بشكل أكبر. وكذلك يصبح من السهل على خريجي علوم الكمبيوتر العثور على وظيفة، لأن جميع شركات التكنولوجيا الجديدة والمتنامية تحتاج إلى علماء ومتخصصين في الكمبيوتر، ونتيجة لذلك سيتم تسجيل المزيد من الطلاب في علوم الكمبيوتر وزيادة عدد ونوعية الموظفين المتخصصين. إذن هذه هي الفكرة العامة لمفهوم The Specialization Economies of Scale، أي كلما يكون هناك اختصاص كلما تستطيع الشركات أن تحقق Economies of Scale، أي اقتصاديات حجم، مما كما قلنا يوفر لها إنتاج أكبر وإنتاجية أحسن. العنصر الموالي هو the innovation economies of scale، أي اقتصاديات حجم الابتكار. وتحدث هذه الاقتصادات بناء على زيادة الأبحاث العامة والأبحاث الخاصة، وهذا يعني أنه مع تزايد أهمية الصناعات فإن تأثير هذه الأخيرة على المجتمع يتحول إلى مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، مما يتيح لها ذلك التعاون مع الجامعات ومع المرافق البحثية الأخرى لتحسين المنتجات وتحسين العمليات بصفة عامة، مع تقليل نفقات البحث الخاصة بهم في نفس الوقت. إذن كل ما تكون هناك innovation، كل ما يكون هناك ابتكار، سوف تستطيع الشركات أن تحقق economies of scale، وبصفة خاصة innovation economies of scale.
ونختم بالعنصر الأخير لهذه الـ External Economies of Scale، وهو عنصر الـ Lobbying Economies of Scale، أي ما يعبر عنه باقتصاديات حجم الضغط. وتنشأ هذه الاقتصاديات من زيادة القوة التفوضية، حيث تصبح الصناعات أكثر أهمية، وهذا يعني أن معظم الحكومات ستكون مستعدة لتقديم تنازلات لأنها تريد الاحتفاظ بالصناعات الكبيرة في منطقتها وإلا في بلادها. والسبب في ذلك يرجع إلى أن هذه الصناعات توفر الكثير من الوظائف وتدفع مبلغا كبيرا من الضرائب، ويمنحهم ذلك قدرا كبيرا من القدرة على المساومة، التي وهذه القدرة سوف يستخدمونها غالبا للتفاوض على شروط مواتية لخفض التكاليف أو لزيادة الأرباح. إذن كما كنا قد رأينا، فإن هذه الـ Economies of Scale، اقتصاديات الحجم بنوعها الـ Internal الداخلي أو بعواملها الـ External الخارجية، سوف تستطيع أن توفر للشركة منتوج، أن تحقق منتوج أكبر وإنتاجية أكثر، وبذلك سوف تتمكن الشركة من أن تتحصل على an efficient production، وبأن تنقص التكاليف ال production، so reduction in promotion costs، وسوف تستطيع أن تتحصل على الكابيتال يكون أرخص، معناه بطريقة أسهل، وتتمكن أيضا من تنقيص وتقليص logistics costs، و to have spread risk، و to buy in بولك، أي أنها تشتري بكمية كبيرة. مما كل هذه العوامل عندما نمزجها مع بعض سوف لن تستطيع إلا أن توفر للشركة التي تطبقها أن تتحصل على إنتاج أكبر وأوفر، وعلى إنتاجية أكبر، وعلى efficiency أحسن. نصل الآن إلى عنصر آخر، وهو عنصر The Diseconomies of Scale، وكما يدل عليه الاسم سوف تكون وضعية معاكسة تماماً لوضعية الـ Economies of Scale. إذن هذه الـ Diseconomies of Scale، أو ما يسمى بحالة لا اقتصاديات الحجم، متى تحصل هذه الوضعية؟ نجد أنه في بعض الأحيان سوف تقوم الشركات بمطاردة The Economies of Scale، وفرات الحجم، لدرجة أن هذه الأخيرة، هذه الاقتصاديات سوف تصبح كبيرة جداً. وهذا الـ overgrowth، هذا النمو الزايد، يسمى these economies of scale، لأنه هناك نقطة يتم الوصول فيها إلى أقصى قدر من الـ efficiency، من الكفاءة، وإذا أي وحدات يتم إنتاجها بعد تلك النقطة سوف تزيد من تكاليف الإنتاج لكل وحدة بدلا من خفضها. إذن سوف نحقق هدف معاكس تماما للهدف الذي نسعى إليه من خلال الـ Economies of Scale، أي اقتصاديات الحجم. وسوف نلاحظ أن هذه الحالة، حالة الـ Diseconomies of Scale، لا ترتبط دائما بكفاءات الإنتاج المادي. على سبيل المثال، سوف نجد أنه قد يستغرق اتخاذ القرارات وقتا أطول، مما يجعل الشركة أقل مرونة، ويمكن أيضا أن يحدث miscommunication، أي سوء اتصال، خاصة إذا أصبحت الشركة عالمية، وكذلك قد يؤدي اكتساب شركات جديدة إلى الشركة الأم الأصلية إلى تصادم ثقافات الشركات، أو ما يسمى clash of corporate cultures، ومما سيؤدي هذا الصدام إلى إبطاء التقدم إذا لم يتعلموا إدارة الـ cultural diversity، أي التنوع الثقافي. إذن كما قلنا، هذه الحالات، حالات الـ diseconomies، سوف تحدث عندما ينخفض متوسط التكلفة، the average cost، على المدى الطويل، on the long run، مع زيادة كمية الإنتاج. وهذا يعني أنه يمكن
إنتاج كميات أصغر بمتوسط تكلفة وحدة أقل من الكميات الأكبر. وفي هذه الحالة يتم تحفيز المنتجين لخفض مستوى الإنتاج ليصبح إذن أكثر ربحية. وعادة ما تنشأ حالات Diseconomies of Scale بسبب قضايا التنسيق والتي تصبح أكثر أهمية مع نمو المنظمات، وخاصة إذا أصبحت هذه المنظمات عالمية. ننتقل الآن إلى مفهوم آخر لا يقل أهمية على Economies of Scale، ولكنه في معظم الحالات يخلق لخبطة بين مفهوم هذه Economies of Scale وهذا المفهوم الجديد، وهو مفهوم Economies of Scope أو ما يسمى باقتصاديات النطاق. إذن ماذا نقصد بال Economies of Scope؟ إذن اقتصاد النطاق Economies of Scope والEconomies of Scale اقتصادية الحجم مفهومان مختلفان يستخدمان للمساعدة في تخفيض تكاليف الشركة، وحيث تركز Economies of Scope على متوسط التكلفة الإجمالي لإنتاج مجموعة متنوعة من السلع، في حين أنه كما رأينا الEconomies of سكيل سوف ترتكز على ميزة التكلفة التي تنشأ عندما يكون هناك مستوى أعلى من إنتاج سلعة واحدة. إذن ماذا يعني هذا الكلام؟ تتشابه اقتصاديات النطاق The Economies of Scope مع The Economies of Scale، ولكنها تحدث عندما تتفرع الشركة إلى خطوط إنتاج متعددة للجمع بين الكفاءات ووظائف الأعمال. على سبيل المثال، نجد أن معظم الصحف قد نوعت خطها التحريري أو منهجيتها إلى خطوط إنتاج مماثلة، مثل المجلات والأخبار عبر الإنترنت إلى غير ذلك. وبعبارة أخرى، ركزت وفرات أو اقتصاديات الحجم The Economies of Scale على منتج واحد، سو على الفوليوم، على الحجم، على حجم هذا المنتج، بينما تشتمل The Economies of Scope اقتصاديات النطاق على العديد من المنتجات. إذن Variety of Products معناها وحدة. بالنسبة للـ Economies of Scale سوف تشتغل على الفوليوم لمنتج واحد، في حين أن The Economies of Scale سوف تختص في وفرة وتنوع المنتوجات. إذن هذه النظرية، نظرية Economies of Scope، تنص على أن متوسط التكلفة الإجمالي The Average Cost لإنتاج الشركة ينخفض عندما يكون هناك مجموعة متنوعة متزايدة من الـ Products، من السلع المنتجة. ويمنح هذا الاقتصاد، اقتصاد النطاق، ميزة تكلفة للشركة عندما تنتج مجموعة تكميلية من المنتجات مع التركيز طبعاً على كفاءتها الأساسية. إذن هذا الاقتصاد، اقتصاد النطاق، وخاصة أنه يبدو أنه يتعارض قليلاً مع مفاهيم التخصص واقتصاديات الحجم. وتتمثل إحدى الطرق البسيطة للتفكير في هذا الاقتصاد، اقتصاد النطاق، في تخيل أنه من الأرخص لمنتجين أن يتشارك مثلا نفس الـ resource inputs، نفس مدخلات الموارد، إن أمكن طبعا من أن يكون لكل منهما مدخلات منفصلة. إذن مثال آخر نستطيع أن نأخذه لتوضيح هذا المفهوم هي مثلا مجال النقل بالسكك الحديدية، إذ يمكن لقطار واحد أن يحمل كل من الركاب والبضائع بتكلفة أقل طبعا من وجود قطارين منفصلين، أحدهما للركاب والآخر للشحن. وفي هذه الحالة يقلل الإنتاج المشترك من إجمالي تكاليف المدخلات. وفي المصطلحات الاقتصادية
هذا يعني أن صافي الفوائد الهامشية لعامل الانبوتس يزداد بعد تنميع المنتج طبعا. إذن نستطيع تلخيص هذه الفروقات بين الإيكونوميز أوف سكيل والإيكونوميز أوف سكوب كما يلي. بالنسبة للإيكونوميز أوف سكيل، اقتصاديات الحجم سوف تعنى بجمع الفوليوم إن برودكشن، أي سوف تعنى بحجم الإنتاج، مما يسبب lower cost price per unit، أي سعر تكلفة أقل بالنسبة للوحدة الواحدة. وعكس ذلك بالنسبة للإيكونوميز أوف سكوب وهو اقتصاديات المجال، سوف تتمثل في إعادة استعمال the resource from one business or country in additional business or countries، أي إعادة استعمال نفس الموارد يا إما في بزنس آخر أو في بلد آخر، مما سوف يسهل تكوين اقتصاد في المجال مجال العمل. إذن بالنسبة لشركة تستطيع، هناك شركات تستطيع أن تقوم في نفس الوقت بإيكونوميز أوف سكيل وإيكونوميز أوف سكوب، وهي عادة ما تكون الشركات الصناعية الكبرى على المستوى القومي أو على المستوى العالمي. نمر الآن إلى العنصر الثاني، وبعد أن كنا قد رأينا the economies of scale في المرحلة الأولى، سوف نتعرف الآن على مفهوم آخر لا يقل أهمية طبعاً عن مفهوم الاقتصاديات الحجم، وهو مفهوم the returns to scale. إذن سوف نحاول معرفة في مرحلة أولى ما معنى هذا returns to scale، ما هو قانون returns to scale، ومن ثم سوف نحاول التعرف على الثلاثة مراحل التي تميز هذا المفهوم الجديد، وهو مفهوم ذكر The Returns to Scale. إذن سوف نبدأ بإعطاء مفهوم لهذا definition لهذا المفهوم الجديد. So كنا وقد رأينا وأنه على المدى الطويل in the long run جميع عوامل الإنتاج سوف تكون متغيرة. So no factor is fixed، سوف لن يكون هناك أي عامل ثابت. إذن ووفقا لذلك يمكن تغيير حجم الإنتاج عن طريق تغيير كمية جميع عوامل الإنتاج. واحدة من الديفينيشنز المتداولة والتي نعمل بها في مفهوم the returns to scale هي definition of Kotsonianis. وحسب هذه ال definition the term returns to scale refers to the changes in output as all factors change by the same proportion، أي أن مصطلح العودة إلى الحجم ما يسمى بالعودة إلى الحجم يشير إلى التغيرات في الإنتاج حيث تتغير جميع العوامل بنفس النسبة. نجد أيضا the definition of Leibovsky، وحسب Leibovsky the returns to scale relates to the behavior of total output as all inputs are varied and is a long run concept. إذا حسب ليبهافسكي العوائد إلى الحجم أو العودة إلى الحجم هي تتعلق بسلوك الناتج الإجمالي، حيث أن جميع الإنبوتس المدخلات سوف تكون متنوعة، وهو مفهوم سوف يكون على المدى الطويل. إذن the returns to scale is the rate at which output increases as inputs are increased proportionally، أي عوائد الحجم هي المعدل الذي يزداد عليه الإنتاج مع زيادة المدخلات بشكل مناسب. ومن ثم نمر إلى العنصر الموالي، وهو عنصر the law of return to scale، أي قانون العوائد القياسية. كنا وقد رأينا أنه على المدى الطويل سوف يتوقف الانقسام بين fixed factors والvariable factors، إذ أن كل العوامل سوف تكون كما قلنا
variable أي سوف تكون متغيرة على المدى الطويل. إذن بالنسبة لهذا القانون the law of returns to scale هو سوف يفحص ويتمعن في العلاقة بين الـ output ومقياس المدخلات the scale of inputs على المدى الطويل عندما يتم زيادة جميع المدخلات الانبوتس بنفس النسبة. إذا أعيد هذا القانون سوف يركز على العلاقة بين المخرجات the output و the scale of inputs ومقياس المدخلات على المدى الطويل عندما يتم زيادة جميع الانبوتس in the same proportion أي بنفس النسبة. إذا هذا القانون سوف يمر بثلاثة مراحل وهي the three phases of returns to scale. سوف نشط في مرحلة أولى مرحلة زيادة عوائد الحجم the increasing returns to scale. المرحلة الثانية هي constant returns to scale أي عوائد الحجم الثابتة. والمرحلة الأخيرة هي decreasing returns to scale أي مرحلة تناقص عوائد الحجم. إذن بالنسبة للمرحلة الأولى وهي مرحلة increasing returns to scale فهي سوف تكون عبارة على وضعية يتضاعف فيها الإنتاج عند مضاعفة جميع المدخلات so situation in which output more than doubles when all inputs are doubled. إذن أعيد سوف تكون مرحلة وضعية يتضاعف فيها الإنتاج أكثر من النسبة التي سوف يتضاعف بها المدخلات وهي مدخلات الإنتاج the inputs ولذلك سميت increasing returns to scale. بالنسبة للمرحلة الثانية التي تأتي مباشرة بعد المرحلة الأولى طبعا فهي مرحلة constant returns to scale وهي situation in which output doubles when all inputs are doubled. إذن في هذه المرحلة المنتوجات سوف تضاعف بنفس مقدار أو بنفس مقدار تضاعف الانبوتس. إذن سوف تكون لدينا مضاعفة وهو ما يمثل نفس نسبة الزيادة بالنسبة للأوتبوتس وللانبوتس. وأخيرا سوف تكون المرحلة الثالثة وهي decreasing returns to scale. It's a situation in which output less than doubles when all inputs are doubled. وهي مرحلة سوف يكون فيها نمو الإنتاج أو تطور الإنتاج أقل من الضعف في حين أن سوف تكون الإنبوتس قد تضاعفت. إذن بالنسبة لهذا increasing returns بالنسبة للمرحلة الأولى أعيد عندما نقوم بمضاعفة الإنبوتس في المرحلة الأولى سوف يكون الإنتاج مضاعف أكثر من يعني من نسبة تضاعف الإنبوتس. بالنسبة للمرحلة الثانية وهي constant returns to scale عندما نقوم بمضاعفة الانبوتس سوف يحصل لنا مضاعفة بنفس النسبة في الاوتبوت. وفي آخر مرحلة decreasing returns to scale كما يدل عليها اسمها عندما نقوم بمضاعفة الانبوتس سوف نشهد تنامي أو مضاعفة أقل في مستوى الاوتبوت. سوف نبدأ بتحليل المرحلة الأولى من هذه المراحل الثلاثة للـ Returns to Scale وهي مرحلة الـ Increasing Returns to Scale كما قلنا مرحلة زيادة الإنتاج. إذن هذه المرحلة سوف تشهد زيادة في الإنتاج أكثر من زيادة المدخلات so we will have an increase in output more than increase in input وهو ما يعرف أيضا باسم قانون تناقص التكاليف diminishing law of diminishing costs. وهذا يحدث لأن التكلفة لكل وحدة إنتاج سوف تنخفض مع توسع الصناعة. إذن
ما هي أسباب زيادة هذه العوائد القياسية؟ So the causes of increasing returns to scale هي عامة سوف تكون ثلاثة عوامل. العامل الأول هو عدم قابلية عوامل الإنتاج للتجزئة. إذن سوف لا نستطيع تجزئة the factors of production مما يؤدي بنا إلى وضعية increasing returns to scale. العامل الثاني هو division of labor and specialization. عندما نقوم بتقسيم العمل أو عندما تتخصص الشركة في عمل أو في منتج واحد معين سوف نستطيع أن نتحصل على هذا الريتورنز تو سكيل، وهو أعيد سوف يكون زيادة العوائد القياسية. والعامل الثالث هو internal and external economies of scale، هي حالة إذا نستطيع أن نتحصل على هذا الـ increasing returns to scale عندما تكون الشركة قد قدرت على تكوين economies of scale على المستوى الداخلي والخارجي. وهذا ما سوف يدل عليه هذا الجدول. إذن هنا سوف تكون لدينا وحدات الإنتاج units of capital، ومن ثم لدينا units of variable factors، وبذلك نكون لدينا هنا عاملي إنتاج وهو الكابيتال، والكابيتال الذي سوف يكون fixed، والunits of variable factors، ومن ثم the total product والmarginal product. بالنسبة لهذا المثال سوف يكون 10 15 20 25 30. وكالعادة نحسب المارجينال برودكت مثلا بالنسبة لهذا السطر سوف يكون 25 إلا 10، إذن هي 15. بالنسبة لهذا السطر هي 45 إلا 25، على واحد طبعا هي 20. إذن هذه هي حالة خاصة لأننا سوف نقسم على في كل مرة على واحد. الواحد هو الفرق بين هذا السطر وهذا السطر، بين هذا العامل وهذا العامل، مما يدل على تغير الإنتاج مع كل وحدة إضافية من عوامل الإنتاج. إذن بالنسبة لهذا السطر سوف يكون 70 إلى 45، إذن 25 على 4 إلا 3، إذن سوف تكون 25 على 1. وهنا 100 إلا 70، إذن 30 على 5 إلا 4، 1. إذن سوف يكون the marginal product يساوي 30. وهنا نلاحظ the increasing في marginal product بالنسبة لهذه المرحلة الأولى، مرحلة increasing returns to scale. نصل الآن إلى المرحلة التالية، وهي مرحلة الـ constant returns to scale. ونلاحظ أنه في هذا المرحلة كلما طبقنا المزيد والمزيد من وحدات الـ variable factor العام أو العامل المتغير، مع طبعا تطبيق العامل الثابت fixed factor، كلما مال المنتج الهامشي the marginal product tends to remain constant، أي كلما مال إلى البقاء ثابتا هذا الـ marginal product، وهو ما نعبر عنه في هذا الجدول كما تلاحظون. هو نفس المثال the units of capital، هنا units of labor، the total product نفس المقادير التي أخذناها. وبالنسبة للmarginal product سوف نلاحظ هنا أنه على عكس المرحلة الأولى of increasing returns to scale، سوف نلاحظ أن the marginal product أصبح ثابت، وهنا نفس المستوى، وهو مثلا في هذا التمرين مستوى 25. وبالنسبة للجرافيك سوف يكون هذا المارجينال برودكت سوف لن يكون على شكل كارف كالعادة، ولكنه سوف يكون على شكل قطعة مستقيم أو نصف مستقيم، إذن سوف يكون موازي تماما للأكسس of X هنا. وبهذا يكون إجمال الإنتاج قد تزايد بمعدل ثابت، ونلاحظ أيضا زيادة في الناتج تساوي الزيادات في المدخلات. So increase in the output is equal to increase in input، وهذا ما يسمى باللينير homogeneous production function.
وهي دالة الإنتاج الخطية المتجانسة. نصل إذن إلى المرحلة الثالثة والأخيرة of the returns to scale، وهي مرحلة the decreasing returns to scale. وفي هذه المرحلة كما كنا وقد ذكرنا سوف نشهد increase in the output less than the increase in the input، أي زيادة في الناتج والمنتوج أقل من الزيادة التي سوف تشهدها مدخلات الإنتاج the inputs. و هذه المرحلة سوف تحدث بسبب صعوبات على مستوى الإدارة وصعوبات في التنسيق وفي المراقبة أيضا. ولتحصيل هذه المرحلة يجب علينا وضع فرضيات معينة. أولها أننا سوف نعمل على المدى القصير so the short run. الفرضية الثانية هي أنه لدينا fixed and variable factors، أي أنه سوف تكون لدينا عوامل ثابتة وعوامل متغيرة في نفس الوقت، وأن يكون لدينا تجانس بين هذه العوامل. والفرضية الموالية هي أنه سوف نستطيع أن يحصل تغير في نسب العوامل so change in the factor proportions. وأخيرا الفرضية الأخيرة هي أنه سوف يكون لدينا تكنولوجيا ثابتة so constant technology. وبالتالي هذا الجدول سوف يمثل ويصور لنا هذه المرحلة الأخيرة، مرحلة decreasing returns to scale. كالعادة قلنا بما أننا نعمل على في short run على المدى القصير، إذن سوف يكون لدينا على الأقل عامل من العوامل ثابت، وهنا اخترنا عامل land الأرض، إذن دائما هذا العامل سوف يكون one unit. وعامل الثاني للإنتاج هو the labor، و كما ترون سوف يكون هناك تغير، إذن سوف يمثل هذا الليبر العامل الفاريبل في الإنتاج. ومن ثم لدينا توتال برودكت، وهذه مقادير التوتال برودكت. وعندما نحتسب المارجينال برودكت كالعادة سوف يكون مثلا هنا 90 إلى 50 على 2 إلى 1 سوف يكون 40، من ثم 120 إلى 90 سوف يكون 30 على 3 إلى 2 على 1 دائما. إذن هنا سوف نقتسم دائما على 1، لأن الفاريشن of the factor of production اللي هو labor بالنسبة لهذا المثال هو دائما 1، لأننا نمر من 1 إلى 2 ومن 2 إلى 3 ومن 3 إلى 4، إذن دائما الفارق هنا هو 1. وبالتالي كأننا سوف نقوم باحتساب variation of the total product فقط. إذن 120 إلى 90 سوف تكون كما قلنا 30 هنا، من ثم 145 إلى 120 على 1 كالعادة 25، و 165 إلى 45 على 21. وكما تلاحظون انتقلنا من مرحلة الكونستنت الانكريزنج مارجينال اوف برودكت إلى مرحلة الكونستنت مارجينال اوف برودكت، ولننتهي في هذه المرحلة الأخيرة إلى ديكريزنج مارجينال اوف برودكت الذي يصور لنا مرحلة ديكريزنج ريتيرنز تو سكيل. إذن فيما يلي سوف نأخذ هذا الجدول كمثال لتحليل المراحل الثلاثة لـ The Returns to Scale. وكما قلنا في الفرضيات التي كنا قد وضعناها سوف نشتغل على المدى القصير، إذن يجب أن يكون لدينا على الأقل عامل من عوامل الإنتاج يكون fixed. في هذا التمرين سوف يكون لدينا ثلاثة عناصر إنتاج: the land, the labor and the capital. إذن سوف نعتبر the land هو العامل الفيكسد الثابت، ومن ثم سوف يكون لدينا عاملين variable وهما الليبر العمل والكابيتال. ومن ثم نحتسب لدينا the total output، وسوف نقوم باحتساب the increase in the rate of output. إذن نبدأ بالنسبة لل
التوتال اوتبوت بالنسبة للسطر الأول مثلا سوف نجد أنه لدينا 4، من ثم 10، من ثم 18، 28 وهكذا. إذا بالإنكريز in the rate of output سوف يكون 4، من ثم 10 إلى 4 6 وهو ما يمثل the marginal product هنا، من ثم 18 إلى 10 على 3 إلى 2 إذا على 1 سوف تكون 8، ثم 28 إلى 18 سوف على 1 طبعا هي 10. أذكر أن the increase in the rate of output هو the marginal product، إذا هي احتساب، هي عملية احتساب the marginal product العادية. بالنسبة لهذا السطر سوف يكون 38 إلى 28، إذا 10 على 5 إلى 4 على 1. هنا 48 على 8 إلى 38، إذا 10 على 1 كالعادة. إذا دائما سوف نقتسم في هذا التمرين على 1 لأننا نمر بوحدة من سطر إلى سطر. في هذا السطر 58 إلى 48 10، 65 على 58 على 1 كالعادة، إذا 77 إلى 65 على 1 5، و74 على 7 إذن 4. إذن كما تلاحظون سوف يكون لدينا ثلاثة مراحل في تقسيم وإلا في تحليل The Nature of Returns to Scale. مرحلة أولى تتكون من السطور الثلاثة الأولى تمثل The Increasing Returns to Scale وهو ما نستطيع تحليلها بالعين المجردة. إذن كان Marginal Product الذي يمثل Returns to Scale 4، ومن ثم أصبح 6، ومن ثم 8. إذن نلاحظ هذا التصاعد في Rate of Output. إذن هذه المرحلة هي المرحلة الأولى The Increasing Returns to Scale، ومن ثم نمر إلى المرحلة الثانية التي تمتد من السطر الرابع إلى السطر السابع وتمثل the constant returns to scale، وهي توافق مستوى إنتاج يساوي 10 بالنسبة للمارجنال برودكت. إذا مستوى مارجنال برودكت يساوي 10 بالتساوي من المرحلة السطر الرابع إلى السطر السابع لننتهي ب للمرحلة الثالثة مرحلة decreasing returns to scale، وكما يدل عليها اسمها سوف نبدأ في ملاحظة التراجع بالنسبة لل rate of output وهو marginal product. إذا من 7 أصبح 5، إذا من 10 أصبح 7، أصبح 5، أصبح 4، وبهذا نكون قد مررنا بالمراحل الثالثة لل returns to scale. إذا the first stage كما قلنا سوف يكون متميز بتوتال برودكت increases at increasing rate. إذا سوف يتواصل المنتوج جملي المنتوج بتزايد بمعدل متزايد، وفي البداية سوف يكون لدينا marginal product and average product يتزايدان ليصلان إلى حد أقصى، ومن ثم يبدأان بالانخفاض تمهيدا للمرحلة الثانية the second stage، حيث نرى أن the total product increases at decreasing rate. سوف يواصل الـ total product في التزايد ولكن بنسبة أقل من الـ first stage. وفي آخر هذه المرحلة هذا الـ total product سوف يصبح constant، سوف يصبح ثابت. وبتزامن مع ذلك the average product و the marginal product سوف يتنازلان وتناقصان هما الآخران، وفي النهاية the marginal product سوف يصبح يساوي لصفر. وفي آخر مرحلة وهي المرحلة الثالثة the third stage سوف نشهد total product وهو إجمالي الإنتاج سوف يتراجع، ومن ثم marginal product سوف يصبح نيجاتيف، ونشهد أيضا تراجع وتناقص average product. إذن هذه هي المراحل الثالثة التي تمثل the returns to scale.
إذن التفاسير التي نستطيع أن نعطيها خاصة من خلال الجرافيك هو أنه خلال الفيرست ستيج المرحلة الأولى سوف نشهد أن the marginal output الإنتاج الهامشي سوف يرتفع كما نراه هنا في هذا الكيرف، سوف يبدأ في الارتفاع إلى مستوى معين وهي بداية المرحلة الثانية، ليصبح من تلك اللحظة في تراجع إلى أن يصبح نيجاتيف هنا. وبالنسبة للـ average product التي هذه هي منحناها، إذا سوف نلاحظ أن الـ average product هو أيضا سوف يبدأ بالتزايد إلى أن يصبح constant ثابت مع نهاية الستيج الأول، سوف يصبح إذن ثابت هذا الـ average product، ومن ثم يصبح equal to the marginal product. إذن في نهاية الـ first stage سوف نشهد تساوي بين الـ marginal product والـ average product. بالنسبة للـ second stage سوف نشهد أن marginal product إذا بدأ بما أنه بدأ بالتنازل سوف يصل إلى مستوى يساوي صفر، وأن الـ average product سوف يبدأ أيضا في النزول، وفي المرحلة الثالثة the marginal product سوف يصبح نيجاتيف و the total product starts decreasing سوف يبدأ أيضا الإجمالي الإنتاج في التراجع، وكذلك نشهد تراجع وانخفاض وفي مستوى الـ average product متوسط الإنتاج. وإذا بالنسبة للـ third stage المرحلة الثالثة هي أيضا تعرف باسم الـ economic absurdity أي العبث الاقتصادي والـ economic nonsense أو الهراء الاقتصادي، لأنه في هذه المرحلة بما أننا قلنا معناها أن الأجنت البروديوسر بصفة خاصة يجب أن يكون راشيونال، إذا this rationality تدفع هذه العقلانية المنتج الشركة المنتجة إلى أن لا تنتج في الـ third stage. So a rational producer will produce up to second stage and it will never produce in third stage. أي أنه بما أن هذا المنتج وهذه الشركة المنتجة عقلانية إذا سوف تنتج تحاول إنتاج في المرحلة الثانية حيث تكون في قمة الإنتاج، وسوف تحاول ألا تنتج طبعا في المرحلة الثالثة لأنها مرحلة تنم وتشمل تراجع في المارجينال برودكت وفي الإفرج برودكت وفي التوتال برودكت أيضا. نصل الآن إلى العنصر الأخير اللي درسنا اليوم وهو عنصر الـ External Economies and Trade Policy أي الاقتصادات الخارجية والسياسة التجارية. إذن سوف نحاول تطبيق المفاهيم التي رأيناها في الـ Economies of Scale بصفة خاصة على المستوى الدولي والعالمي وفي خاصة على مستوى التجارة. إذن نلاحظ أنه قبل نشوء التجارة الدولية وقبل أن يكون لها ازدهار بصفة التي نعرفها لها اليوم، كانت أسعار التوازن والإنتاج لكل بلد هي عبارة طبعا على نقطة تقاطع بالنسبة لمنحنى العرض المحلي مع منحنى الطلب المحلي. نأخذ مثلا سوف نأخذ مثال لشركة مصنعة للأزرار في الصين. إذا لنفترض أن أسعار الأزرار الصينية في غياب التجارة العالمية سوف تكون أقل من أسعار الأزرار في الولايات المتحدة. إذا سوف يكون هنا لدينا Chinese Button Production and Consumption أي عملية استهلاك وتصنيع الأزرار في الصين مقابل الكوست والبرايس مقابل الثمن والتكلفة، وهنا سوف يكون لدينا نفس الصناعة صناعة الأزرار في الولايات المتحدة. هنا إذن سوف يكون لدينا the price and the cost إذن الثمن والتكلفة، وهنا سوف تكون لدينا الإنتاج والاستهلاك. وفي هذا المثال سوف نلاحظ أن
كما قلنا أسعار الأزرار سوف تكون فرضيا أقل من الأسعار التي يتم التعامل بها في هذا المجال، مجال صناعة الأزرار في الولايات المتحدة. ومن ثم لدينا هنا demand of الباتن في الصين، وهنا لدينا demand للأزرار في الولايات المتحدة. إذن ماذا سيحدث عندما تفتح الدول إمكانية التجارة في الأزرار في هذا الوضعية؟ إذن سوف تتوسع صناعة الأزرار الصينية. لماذا؟ لأن الثمن الذي تطبقه هو تستعمله الصين هو أقل من الثمن الذي تطبقه الولايات المتحدة. وفي نفس الوقت تزامنا مع توسع صناعة الأزرار الصينية سوف دون تقلص في صناعة الأزرار الأمريكية، بما أنها تتكلف أكثر وتبيع بثمن أغلى. إذن هذه العملية برمتها تتغذى من نفسها وعلى نفسها. ما معنى هذا؟ مع ارتفاع إنتاج الصناعة الصينية سوف تنخفض تكاليفها أكثر. طبعا كما قلنا كلما زدنا في الإنتاج كلما سوف تنخفض التكاليف أكثر، ومع انخفاض إنتاج الصناعة الأمريكية التي سوف تتزامن مع ارتفاع إنتاج الصناعة الصينية سوف ترتفع التكاليف في الولايات المتحدة. إذن في النهاية سيكون كل إنتاج الأزرار في الصين. إذن سوف لن تصبح ولن تبقى هذه التجارة مربحة بالنسبة للولايات المتحدة. إذن سوف تندثر هذه الصناعة في أمريكا في الولايات المتحدة، وسوف تبقى وحدها الصناعة في الصين. إذن التجارة تؤدي إلى أسعار أقل من الأسعار في أي من البلدين قبل التجارة، وهذا ما يحدث حقيقة وما نشهده في أيامنا الحالية، وهذا ما يفسر ازدهار الصناعات في البلدان الآسيوية وخاصة في الصين طبعا. إذن السؤال الذي نستطيع طرحه هو ما الذي قد يجعل دولة ما تتمتع بميزة أولوية من انخفاض السعر؟ إذن أحد احتمالات لهذه الإجابة هو الميزة النسبية the comparative advantage بسبب الاختلافات الأساسية في التكنولوجيا وفي الموارد، وفي حالة وجود اقتصاديات خارجية the external economies التي كنا وقد ذكرناها أول الدرس، يمكن أن يكون نمط التجارة بسبب الحوادث التاريخية سبب لتحصيل هذا الثمن المتناقص بالنسبة للدولة التي نتحدث عنها. إذن حيث تميل البلدان التي تبدأ كمنتجين كبار في صناعات معينة تميل إلى أن تظل منتجة كبيرة حتى ولو كان بإمكان بلد آخر إنتاج بنفس البرودكت نفس المنتوج ب تكاليف أرخص. وعلى سبيل المثال سوف نأخذ مثال السيليكون فالي. ما هي السيليكون فالي؟ سوف أبدأ بتذكير معنى السيليكون فالي. هو مركز عالمي للابتكار التكنولوجي يقع في منطقة خليج سان فرانسيسكو بجنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة طبعا، وتم تسمية المنطقة هذه على اسم المادة الرئيسية الموجودة في المعالجات الدقيقة للكمبيوتر وهي مادة السيليكون. ويد سيليكون سو ذا سيليكون فالي هو موطن لعشرات من كبرى شركات التكنولوجيا والبرامج وشركات الإنترنت وبعض الشركات الكبرى في المنطقة كأبل أو جوجل أو إتشيفن أو فيسبوك أو فيزا، وهي واحدة من أغنى المناطق في العالم وواحدة من أكثر أسواق العقارات سخونة وتحركات. إذن قلنا بالنسبة كمثال قلنا أنه في السيليكون فالي سوف نلاحظ أنه
قد يوجد أو قد تدين هذه المنطقة بوجودها لاثنين من خريجي جامعة ستانفورد، وهما هيولت وباكارد، اللذان بدأ عملا تجاريا في مرآب لتصليح السيارات هناك، ومن ثم واعتمادا على الاكسترنال ايكونوميز التي كنا وقد رأيناها، تطورت هذه التجارة التي كانوا قد بدأوا بها لتصبح الآن واحدة من أكبر التجارات وواحدة من أكبر الشركات عالميا. طبعا شهدت نمو كبير جدا، و شهدت ما يسمى The Dynamic Increasing Returns، أو وهي ديناميكية زيادة العوائد. إذا هذه العوائد، وحتى الآن درسنا الحالات التي تعتمد فيها الاقتصاديات الخارجية على مقدار الإنتاج الحالي في نقطة زمنية معينة، ولكن الاقتصادات الخارجية The External Economies قد تعتمد أيضا على مقدار الناتج التراكمي بمرور الوقت. إذا توجد عوائد قياسية متزايدة ديناميكية إذا انخفض The Average Cost، متوسط التكاليف، مع ارتفاع الناتج التراكمي بمرور الوقت. إذا في هذه الحالة سوف نتحدث عن Dynamic Increasing Returns، وزيادة العوائد القياسية الديناميكية هذه تعني اقتصادات الحجم الخارجية الديناميكية. إذا هي ما نعبر عنها بـ Dynamic External Economies of Scale. من هنا نستطيع أن نقول أنه يمكن أن تنشأ عوائد ديناميكية متزايدة الحجم Dynamic Increasing Returns to Scale، يمكن أن تنشأ إذا كانت تكلفة الإنتاج تعتمد على Accumulation of Knowledge and Experience، تراكم معرفة والخبرة، والتي تعتمد على عملية الإنتاج بمرور الوقت طبعا. و مثل اقتصاديات الحجم الخارجية في وقت ما، سوف يمكن للعوائد الاقتصادية القياسية المتزايدة الديناميكية أن تحافظ على ميزة أولية أو على بداية مبكرة في صناعة ما، ويمكن استخدامها أيضا لتبرير الحماية، وهو الشيء الذي تستعمله البلدان، خاصة البلدان ذات القوة الاقتصادية. إذا تستعمل هذا المفهوم لتبرير الحماية التي تقوم بها، إذ هذه الحماية المؤقتة تمكن الصناعات من اكتسابات الخبرة، وهي ما تسمى بالـ Infant Industry Argument، أي حجة الصناعة الوالدة، ولكن المؤقت غالبا ما يكون لفترة طويلة، ومن الصعب إذا تحديد متى توجد اقتصاديات الحجم الخارجية بالفعل. ولفهم أكثر هذا المفهوم سوف نحاول أخذ مثال، سوف نأخذ الولايات المتحدة مثلا والبرازيل، في ونحاول تحليل صناعة الأيرونوتيك، وهي صناعة الطيران في هذين البلدين. إذا لنفترض في هذا المثال الذي أخذناه، وهو ذكر مثال صناعة الطيران بالنسبة للبرازيل وللولايات المتحدة، لنفترض أن هناك Dynamic Localized External Economies، أي اقتصاديات خارجية محلية ديناميكية على مستوى الدولة طبعا. إذا هي خارجية هذه الاقتصاديات لأنها تعتمد على حجم الصناعة، وهي ديناميكية لأنها تعتمد على الكمية المتراكمة للإنتاج وليس فقط على الكمية الحالية. إذا نستطيع أن نقول أن الولايات المتحدة والبرازيل، وأن نفترض أن الولايات المتحدة والبرازيل قد التجأتا أو قد أنتجتا نفس الكمية المتراكمة. إذا سوف نجد مثلا أن البرازيل ستكون المنتج الأكثر كفاءة، the more efficient producer، لأنها سوف تتحكم أكثر في تكلفة الإنتاج، ولكن
ليس للبرازيل خبرة في مجال صناعة الطيران، وبذلك ليس لدى المنتجين البرازيليين أي حافز لإنتاج هذه الصناعة، وبذلك يتغلب الولايات المتحدة في صناعة الطيران على البرازيل، لا لشيء إلا لأن البرازيل لا تمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال الصناعي. إذا عدم امتلاك البرازيل لصناعة الطيران لا يعود لسبب أن البرازيل ليست efficient، أي ليست فعالة في هذا المجال، ولكن لأنها تفتقر إلى الخبرة. إذا يمكن لهذا البلد البرازيل استخدام التدابير الحمائية، إذا هي الإعانات مثلا، أو تعريف أكبر من فرق التكلفة، ولتحفيز إنشاء صناعة طيران محلية. وبمجرد أن تتعلم البرازيل ما يكفيها لإطلاق هذه الصناعة، فإنها ستصل إلى تكلفة أقل من الولايات المتحدة. وبما أننا قلنا أنها هي أساسا more efficient than USA، إذن سوف تصبح لديها أكثر كفاءة إنتاجية من الولايات المتحدة، ومما يمكنها ذلك من الانفتاح على التجارة العالمية، وأن تصبح المنتج العالمي الأساسي في هذا المجال. ويعرف هذا الأساس المنطقي للحماية المؤقتة لصناعة محلية بالinfant industry argument، أي حجة الصناعة الناشئة. إذا مع أهمية هذه النوشن أوف إكسترنال إيكونوميز، وخاصة تداعياتها على التجارة العالمية، سوف تعترضنا بعض المشاكل في التطبيق. وأول مشكلة هي أنه سوف يكون صعب على الحكومات تحديد متى يوجد بالفعل external economies of scale، أي اقتصاديات الحجم الخارجية. ومن الصعب أيضا تحديد الصناعات ذات الـ potential comparative advantage، أي الميزة النسبية المحتملة الأكبر. وعلى الصعيد السياسي فإنه سوف يكون من الصعب أيضا إزالة الحماية المؤقتة، أو ما يسمى مؤقت بمجرد وضعها، لأنه كما سبق وذكرنا فإن المؤقت عادة ما يأخذ مدى وأجل أطول، وبذلك سوف يضغط المنتجون المحليون على حكوماتهم للإبقاء على هذه التدابير الحمائية إلى أجل غير مسمى. وهذا ما سوف ينتج عنه أن العديد من الصناعات الناشئة سوف لن تنمو أبدا، وعدم نمو هذه الصناعات الناشئة سوف يصل بنا إلى عدم وجود تنافسية ومنافسة، وإذا سوف لن توجد حوافز للابتكار في هذه الدولة، ومن ثم سوف لن يكون هناك تحسين في الإنتاجية بالنسبة للمنتجين المحليين الذين هم already ينتجون. إذن ما يجب استنتاجه هو أولاً أنه لا يجب أن تكون التجارة the result of comparative advantage، نتيجة ميزة نسبية، وبدل من ذلك يمكن أن ينتج عن زيادة العوائد أو عن اقتصاديات الحجم تقلص في تكاليف الوحدة مع زيادة في الإنتاج. وأيضا بالنسبة للإيكونوميز أوف سكيل، فهي تعطي البلدان حافز للتخصص والتجارة حتى في حالة عدم وجود اختلافات في الموارد والتكنولوجيا بين البلدان. وأيضا هذه الإيكونوميز أوف سكيل يمكن أن تكون داخلية حسب حجم الشركة، أو خارجية حسب حجم الصناعة، كما أنه يمكن أن تؤدي هذه الاقتصاديات الحجم إلى انهيار المنافسة
الكاملة ما لم تتخذ شكل الاقتصاديات الخارجية والتي تحدث على مستوى الصناعة بدلا من أن تحدث على مستوى الشركات. وبالتالي فالاقتصاديات الخارجية تعطي دورا مهما لتاريخ وللصدفة في تحديد نمط التجارة الدولية. وعندما تكون الاقتصاديات الخارجية مهمة، فإن الدولة طبعا التي تبدأ بميزة كبيرة قد تحتفظ بهذه الميزة حتى لو كان بإمكان بلد آخر إنتاج نفس السلعة بسعر أرخص، وقد تستفيد إذن البلدان من الحماية المؤقتة إذا أظهرت صناعاتها external economies of scale، أي وفرات واقتصاديات الحجم الخارجية، إما في وقت معين أو بمرور الوقت. وبهذا تظهر لنا قيمة هذا المفهوم، وهو مفهوم الـ external economies of scale، ومدى أهميتها في تطبيقها على مستوى التجارة العالمي بصفة خاصة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، وهو الدرس السابع في مقررنا، مقرر Introduction to Economics. وقد محور هذا الدرس السابع حول The Economics of Scale و The Returns to Scale، ورأينا العديد من المفاهيم الهامة. وأكثر هذه المفاهيم هي أنه بالنسبة للـ Economies of Scale سوف نجد نوعان من هذه الاقتصاديات الحجم. إذا سوف نجد الـ internal economies of scale والـ external economies of scale. إذا بالنسبة لاقتصادات الحجم الداخلية، فستكون اقتصاديات خاصة بالشركة تحدث داخليا، بينما في الجهة الأخرى سوف نجد الـ external economies of scale وهي اقتصاديات الحجم الخارجية سوف تحدث بناء على تغيرات أكبر تسير وتحدث خارج الشركة. وكلا هذين النوعين من الـ economies of scale، سواء الـ internal أو الـ external، كليهما يؤدي إلى انخفاض التكاليف الهامشية the marginal costs للإنتاج، ولكن التأثير الصافي يبقى هو نفسه. ورأينا أيضا the corporate growth، إذا هو النمو الكلي للشركة سوف نجد في economies of for of scale و economy of scope. والفرق بين اقتصاد النطاق وهو economy of scope والاقتصاد الحجم economies of scale هما أنهما أول شيء هما مفهومان مختلفان ويستخدمان للمساعدة في خفض تكاليف الشركة. وحيث تركز اقتصاديات النطاق على مستوى الـ diversification أي التنويع والاختلاف، وتعتمد على متوسط التكلفة الإجمالي للإنتاج، وبينما تركز اقتصاديات الحجم على ميزة التكلفة التي تنشأ عندما يكون هناك مستوى أعلى من إنتاج سلعة واحدة. ويا حبذا أن تكون هناك هذين المفهومين في نفس الشركة لتحصل هذه الأخيرة على أكبر قدر من الـ efficiency والـ productivity. وبهذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الدرس، وسوف نواصل ابتداء من الدرس القادم التعرف على الـ structure of the markets، ومن ثم ننتقل إلى الجزء الثاني لهذا المقرر الذي سوف يختص كما كنا وقد سبقنا ذكره في الميكرو ايكونوميكس وهو الاقتصاد الكلي. وفي انتظار هذه الحصة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أتمنى أن تبقوا في صحة جيدة ومراجعة حسنة وجيدة للجميع. معكم الدكتورة مريم الزرقي، في أمان الله.